السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك. اليوم رجعت لكم في موضوع الكشف اللي صار عن لعبة ستار وورز باتل فرونت الجزء الثاني. طبعا من كم يوم هذا الكشف جمعت لكم كل المعلومات والتفاصيل اللي ممكن تستفيدون منها وتستمتعون فيها خلال هذا المقطع، فخلونا نبدأ. طبعا لعبة ستار وورز باتل فرونت موجودة من ايام بلاي ستيشن 2، لكن في هذا الجيل تقريبا صدر اللي يعتبر الجزء الاول لطور الاونلاين او نظام اللعبة المختلف جزئيا عن قبل. عموما الجزء اللي فات في 2015 كان حلو من ناحية المظهر، من ناحية يعني عالم ستار وورز والشخصيات وطريقة الجيم بلاي، والجرافيكس طبعا من محرك فورس بايت كان جدا جميل من ناحية المؤثرات. لكن بشكل عام اللعبة كانت ميتة شوي، ومثل ما تقول ما فيها حياة لان ما فيها طور قصة، وفيها بعض الملاحظات يعني اللي شافها اللاعبين وما عجبتهم. ففريق التطوير خلونا نقول من 2015 و16 الى هذا العام 2017 جمع كل اراء اللاعبين ودخلها في تطوير الجزء الثاني من لعبة ستار وورز باتل فرونت. طبعا راح يكون في مزيج بين المطورين، يعني اراء المطورين بالاضافة للاشياء الحلوة اللي كانت في الجزء الاول، وايضا اراء الجمهور واللاعبين اللي هم يعني جربوا اللعبة وحبوا يشوفون اشياء جديدة. كل هذا المزيج اللي راح يعطينا اللي هو الجزء الثاني اللي بعطيكم معلومات عنه الحين. طبعا اول شيء لازم تعرفونه عن الجزء الثاني انه بيكون في طور القصه السنجل بلاير. هذا الشيء اللي انا شخصيا كنت اتمنى يكون موجود في الجزء اللي فات، وكثير من الناس انا متاكد من اللاعبين كانوا يبون طور قصه، طور سنجل بلاير، لان مو كل الناس يحبون الاونلاين. لكن الجزء الاول كان يركز فقط على الاونلاين، فالجزء هذا بيكون في طور القصه اللي بيكون في محتوى جدا جميل من عالم ستار وورز لكن ما شفتوه من قبل. يعني ما راح يكون من الافلام او الكتب او غيره، راح يكون محتوى خاص لهذه اللعبه، وهذا شيء جميل. والشيء الحلو ايضا انه بيكون الاحداث عن محاربة جديدة في يعني نطاق قصة ستار وورز، لكن ما نعرف عنها تفاصيل اكثر. بالاضافة انك انت راح تلعب من منظور الاشرار، وهذا شيء جميل، وايضا كان من طلب الجماهير. يعني مهما كان ستار وورز عالم كبير وفي الدارك سايد، والناس تحب الدارك سايد، فالجمهور عشاق الدارك سايد او خلونا نقول الاشرار راح يلعبون في طور القصة من منظور الاشرار، وهذا شيء جدا جميل ومتحمس اني اجرب طور القصة. ثاني شيء عندنا موضوع الشخصيات. طبعا الجزء الاول كان فيه تشكيله حلوه من الشخصيات، لكن يفتقر لبعضهم، خصوصا في بعضهم مهمين في عالم ستار وورز ما كانوا موجودين في الجزء الاول. فالجزء الثاني هذا راح يتضمن تشكيله كبيره من شخصيات عالم ستار وورز، بيكون من الابطال او الاشرار، وعندنا امثله مثل دارث مول، كيلو، يودا وغيرهم من الشخصيات. فهذا شيء جميل، اي واحد يعني يحب ستار وورز او عنده فكره بسيطه عنهم راح يشوف شخصيات اكثر في هذا الجزء ويستمتع فيهم، سواء كان في السنجل بلاير او الاونلاين. ثالث شيء جديد بيكون باللعبة انها راح تقدم سبلت سكرين، يعني تقدر تلعب مع شخص في نفس الجهاز نفس ايام قبل، الشاشة تنقسم تلعبون لاعبين. ما ادري اذا كان موضوع القصة او الاونلاين، لكن بشكل عام راح يكون سبلت سكرين، واعتقد انه بيكون على كل اطوار اللعبة سواء القصة او الاونلاين. طبعا هذه الخاصية السبلت سكرين او انقسام الشاشة بتكون فقط على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، ما راح تكون فعالة على البي سي. الحين وصلنا لموضوع الاونلاين اللي راح يكون جزء كبير من لعبة ستار وورز باتل فرونت 2، وهذا شيء يعني مهم في اللعبة وشيء اللي يساعد على نجاح الجزء الاول اللي هو طور الاونلاين. من الاشياء الجديدة في طور الاونلاين راح يكون في طور حرب المركبات اللي يوصل ل 24 لاعب على المركبات، فبيكون في انتشار اكبر في المعركة، بيكون يعني خلونا نقول التحام ضخم جدا في المركبات سواء الارضية او الطائرة. فهذا مثل ما تقول بيعطيك بعض المشاهد اللي شفناها في افلام ستار وورز لما تشوف طيارات ودبابات كلها في نفس الوقت، يكون الطور هذا جديد ويعطيك 24 لاعب كل واحد منهم له مركبة خاصة. ايضا اللعبة راح تقدم لنا طور الاونلاين الضخم اللي يتضمن 40 لاعب اللي فيه الجنود والطائرات والاسلحة الثابتة والهيروز وكل الشخصيات مع بعض، فبيكون هذه الحرب الطاحنة لستار وورز اللي تتضمن 40 لاعب، لكن مو كلهم على المركبات مثل ما ذكرت في الطور السابق. هذا بيكون يعني طور حرب ستار وورز العامة اللي تشمل لك كل انواع الجنود في حرب واحدة، فبيكون هذا شيء جميل يتضمن مثل ما قلت لكم المركبات او المشاة او غيرها من الاشياء. طبعا الشيء الجميل اللي صار مع كشف هذه اللعبة من ناحية المعلومات والصور والفيديو كل شيء، صار في يعني ريليس ديت، عرفنا موعد اصدار اللعبة. يعني تمنيت انه ما يطلع معلومات اللعبة ويكون ما في موعد اصدار، لا، الحين اللعبة بتكون في 17 نوفمبر 2017، خلاص فيكست هذا التاريخ، بيكون على اجهزة الكونسول البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. طبعا اذا كان عندك اي اكسس على الاكس بوكس 1 راح تقدر تحصل على اللعبة في وقت مبكر تقريبا 5 ايام او اسبوع قبل موعد اصدارها الرسمي. عموما حبيت اذكركم ان اللعبة ما راح يكون فيها سيزن باس والامور المعقدة هذه، بيكون اللعبة ستريت فورورد، عندك نسخة العادية عندك نسخة الديلوكس، النسختين في فروق بينهم تقدرون تشوفونها اونلاين وتشوفون الفرق، فتقدرون تسوون بري اوردر للعبة اذا انتم حابين اللعبة. عموما في النهاية
النهاية بس حبيت أخذ رأيكم من ناحية ستار وورز بشكل عام. كان لك تجربة فيها من قبل؟ أعجبتك اللعبة أو ما أعجبتك؟ شنو تتمنى تشوف في الجزء الثاني؟ وبشكل عام عطونا رأيكم في آخر فيلم لستار وورز وتجربتكم بشكل عام للعبة، وشاركونا في الكومنت واللايك، واتمنى هذا المقطع استفدتوا منه ولو بشكل بسيط واستمتعتوا في المعلومات اللي فيه. وعندي طلب بسيط، اتمنى انكم تتابعون حساب الانستغرام جيمر سناك وموفي سناك انمي سناك. اذا انت تحب الاشياء الثلاثه من ناحيه الانمي والافلام والجيمز تابعهم كلهم، او اذا تحب شيء واحد منهم فالروابط كلها تحت. ويعطيكم الف عافيه، اشوفكم على خير، مع السلامه.